في ماليزيا، وعلى الجانب الآخر من سنغافورة في ولاية جوهور تحديداً، تقع مدينة فورست سيتي، إحدى المغامرات الطموحة التي قامت بها شركة كانتري جاردن الصينية العملاقة. لكن الأمور لم تسر كما أرادت، فالمدينة كانت تستهدف مشترين صينيين من الطبقة المتوسطة يطاردها شبح المبيعات المتعثرة والقيود على العملة الصينية والإغلاق بسبب الوباء والغضب العام من نفوذ الصين المتزايد في ماليزيا. لكن الطامة الكبرى جاءت لتهدد مستقبل المجموعة العقارية المطورة كانتري جاردن، إذ تواجه صعوبات مالية بديون هائلة تبلغ 196 مليار دولار، وأعلنت في أغسطس خسائر قياسية في النصف الأول من السنة. ويقيم حالياً 9000 شخص في فورست سيتي، وهو رقم أدنى بكثير من هدفها المتمثل ب 700,000 مقيم، وتجذب الزوار فقط لرؤية أبراجها الضخمة المهجورة أو شراء بعض البضائع المعفية من الرسوم الجمركية.